حنا كنتعرضوا دائما للحشرات، يعني الفيران دائما داخلين الدبان بلا ما نهضروا على الدبان. دابا في الصيف كيخرج من المكير تاعها، انا دابا كيخرج كيمرض. والدوله خسرات، عطلت لهم الضو، عطلت لهم في جلسو، عطلت لهم الرياض يرتاحوا، عطلت جميع المسائل. وانت كتشوف شنو يا شيخ، اللهم هذا منكرات. انا واحد من المتضررين الاكبر والاول. اولا عندي السكنه هنايا، ساكن في نفس العماره اللي كتشوفوا قدامكم. زائد انا واحد من المجتمع المدني، الكاتب العام ديال المجتمع المدني. سبق لي انني عملت واحد الشكايه للبلديه وشكايه للجهات المعنيه وحده اخرى، لكن ما كان حتى شي جواب، ما كان حتى شي جدوى. وعندي الدليل هو ان الناس ديال الحي اكثر من 20 واحد سنين لرفع الضرر. وقبل ما نطلبوا برفع الضرر كنا كنطلبوا الطروه ديال الزبل بما اللي هو حاويه الازبال، باش ما يوقعوش في هذا الخطا هذا اللي كتشوفوا. حنا كنتعرضوا دائما للحشرات، يعني الفيران دائما داخلين الدبان بلا ما نهضروا على الدبان. السكان ديال الحي كيصيفطوا وليداتهم صغارين، فالله يجزيكم بخير. اللي غيشوف هذا المقطع او الرساله غتوصل ان شاء الله. ملي تبغي توصل تصيفط واحد وليدك او بنتك صغيره، وصيه باش يحط الازبال في الطرو على الاقل في البلاصه ديالو. يعني كما كتشوف انه واحد تقريبا دابا واحد 20 متر مربع كامله ديال البلاصه ديال الازبال. الناس كيجيبوا الازبال هنا، والدوله تقربصت على شي باش عدد المنطقه خضراء باش كيخرج من الدم كيرتاح. دابا كيخرج من الدم هنا كيمرض. دابا في الصيف كيخرج من الدم كيرتاح، انا دابا كيخرج كيمرض. انتم كتشوفوا هادشي بعينكم، انتم تشوفوا شنو هادشي هذا. والدوله خسرات، عطلت لهم الضو، عطلت لهم في جلسو، عطلت لهم الرياض يرتاحوا، عطلت جميع المسائل. وانت كتشوف شنو يا شيخ، اللهم هذا منكرات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.